طيب استاذ يوسف، انا عايز اسال بقى سؤال. الكشري لوحده كده ليه طعم غير الاضافات اللي بتتحط على الكشري؟ لا يعني طبعا انا لو باكل الكشري لوحده ليه طعم غير ما احط الدقه والصلصه والحاجات دي عليه؟ بتديها طعم تاني خالص. ايه سر الخلطه بقى؟ دي انا يا باشا سر الخلطه ده بيبقى عباره عن طماطم بنجهزها في المطبخ وبتتحط عليها عطاره معينه، مش اي عطاره، وبتبقى لها سر خلطه معينه يعني، فده لازم ان هو اللي يدي الطعم يعني. السر كله في الصلصه، طب لان الكشري من غير جودة الخامة بقى بتفرق؟ طبعا طبعا بتفرق، طبعا بتفرق، طبعا بتفرق. يعني انت عندك كان من فترة كده لحد الان غلو القوطة ديت عاملة اسعار، احنا الحمد لله جودتنا زي ما هي، ما ينفعش نغير، ما ينفعش نقل منها. ما احنا كنا ينفعش. ماشيين على نفس المبدأ ونفس المستوى. يعني في ناس مثلا ممكن تقلل من الخامة طبعا علشان اه تكسب. طبعا طبعا لا احنا كنا ماشيين على المبدأ اللي احنا بادئين بيه يعني. الحمد لله الحاجة بتغلى ولا أي حاجة احنا بنيجي على نفسنا، بس ما بنقللش من الجودة بتاعتها. طيب الخامة بقى بتاعت الكشري، يعني عايز أعرف مكونات الطبق عندك إيه؟ طبعا للبضاعة، بس أنا الرز بتجيب أو التميز لازم يكون أنت بتجيب كل حاجة نظيفة، تمام، كل حاجة رقم واحد. معلش الكشري في كل حتة، ممكن تلاقي الصنايعي شغال هنا شغال هنا شغال هنا، الصناعية كلها معلش، بس هي بترجع للتميز. انت جودتك الشغل اللي انت شغال بيه، بتجيب بصل انضف انواع البصل، بتجيب انضف انواع الطماطم، كله بيكمل بعضه طبعا. وطبعا طبعا هي برضك يعني ايه، فيها برضك حته كده من عندنا يعني، مش اي حد برضك، اللي هي برضك الطعم. الطعم الطعم ده اللي انا بقول ان محلات كتير جدا، لا والاكله الوحيده في مصر اللي بتتاكل في كل وقت طبعا. يعني انت الكشري بتاكل الصبح هي يعتبر الظهر افضل العصر المغرب، في اي اكل وقت الناس بتاكل كشري طبعا. لكن انا لما اكل في محل عن محل بيفرق طبعا. في طبعا محل انا اقدر اكل منه طبق كشري خلاص انا مش قادر اكمل طبق، في محل تاني انا بطلب كماله واثنين وثلاثه. ايه السر ده؟ السر يعني بص، السر ده في التسويه، السر ده في الخامه، بص السر ده في احمد بالظبط. بص هي عامه يعني الكشري في محلات كتيره بتعمل كشري وفي براندات كتير، هي القصه كلها اهم حاجه يكون عندك امانه، تمام، يكون عندك ايه امانه تمام في الاكل اللي انت بتعمله، انت فاهم. القصه ان انت مش بتبص على مكسب وخلاص، اهم حاجه الجوده، ده اللي بيفرق، ده اللي معلش يخلي الزبون من لو فين كده يجي لي. انت واصله؟ تمام. بس في حاجتين يعني بيميزوا اي حاجه، عند الجوده وعند نظافه المكان. تمام. المكان نفسه شكله بيفرق مع العميل جدا ومع الزبون جدا. ايوه طبعا. معانا فيديو الافتتاح برضه هنعرضه، هنشوف المحل وجوده المحل ونظافه المحل عامله ازاي. الستايل بتاع المحل، الفكره جات لكم منين؟ والله يعني الحمد لله احنا بدأنا وصممنا وعملنا يعني، حاولنا ان احنا نعمل حاجه تبقى مختلفه عن اشمون يعني، مختلفه تبقى حاجه تشرف اشمون وتبقى حاجه حلوه في البلد وتبقى يعني حاجه شيك. طيب دلوقتي عايز اعرف المنتجات اللي انتوا شغالين فيها، شغالين في ايه بالظبط؟ انا شغالين بنعمل كريبات، بنعمل حواوشي، بنعمل كشري، عندنا طواجن سجق جميل، عندنا طواجن فراخ، عندنا طواجن لحمه، اللحمه والكشري طبعا كله يعني ما شاء الله يعني انا الحمد لله الجوده بتاعتنا. طب احنا هنتكلم كتير ولا هندوق الكشري؟ لا لازم هندوق نتكلم ولا انت ندوق لا نقدر لازم ونقدر نقيم. احنا ده طبعا الفيديو موجود على بتاع الافتتاح قدامنا. تمام تمام. وروني بقى هندوق ايه؟ احكوا لنا كده واحنا بنتكلم كده واحنا بندوق كده الكشري. الكشري ماشي، يعني طعم الكشري بيختلف وهو ساده كده غير ما تحط عليه الدقه وتحط عليه طبعا. لا طبعا بيختلف، طبعا بيختلف كل حاجه بتكمل بعضها. طيب المكونات بتاع الطبق ايه بالظبط؟ هي يعني مكرونه، انا هاكل وانتوا كملوا. تمام تمام كمل. دوق الاول، دوق الاول من غير الصلصه وهشوف هتعرف الفرق. تمام. بعد الصلصه. تمام تمام. طب الحمص والتقليه والكلام ده، في ناس كيفه قوي ان هو بعد ما بيجيب الطبق الكشري بيقول لك انا عايز كماله. طبعا يعني طبعا. لها اسماء معينه عندكم، ايه اسمائها؟ اللي هي البصل ده بيبقى مسمينه ورد. تمام. والعدس ده بيبقى اسمه كهرمان، ده اللغه بتاعتنا في الصنعه. وطبعا بس الكشري 100 100. تسلم ايديك. الله يخليك. تسلم. حلو حلو فعلا، يعني حاجة جميلة جدا. وفي فرق في الكشري ان هو مش يعني ايه بالبلدي كده زي ما بيقولوا بيبقى في كشري معجن.
تمام. فاهم انت؟ المكرونه على الرز بتبقى معجنه، لا بتفرق يا استاذ، ده بتاكل منه يعني بالمعنى الصح بيتمك بسرعه. الرز مفلفل، رز مفلفل تمام ماشي. المكرونه بص عليها ما شاء الله يعني حاجه، يعني ما شاء الله يعني